بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولينا قدوم يا أخي أنا شرفت له دور ضمان تاع برلمانك الله هركاله أجندها أبوهر موشيكا. ولينا قدوم يا وحان قوى موشيكا سلوح الدوان عبد القادر عصب له شيء إنه صن شرعي أهل شرعي إنه شرعي أهل ويهين وشين هرقرع وحلال عن أهل سألتنا حقوص علينا يا قلب الله صلى وشين مركي لك يا نفسي حرساتك القضاء وإن قدونك مركي قوانيان بالنريق لك يا نفسي أصوم على الآخرين ووري قدامك أنت عطرنا عن أن موشيك هدينا كان حلو أنا ذو الحق بقول إيه موشينا كان مركي موشيك كان سيح ورحسات قوة إلا كانوا برلمانك لما كان يوم الله العرية أي قدس كنفعة لما قعاوي قدس مكلا لما قعاوي سدح بلوه شقهستين فارماك حلي الفريق الموسيقى في سوقرين فبراير واحد هذا نما جاء مثل هذا الشيء فارماك الوصول ما أنا وفارماك الفريق هاي هي قديلا أن حلوان قدوميها قد يلاقي دقي أن رجال كهيك هاري وحلو كل ميري حكومة قيادة كل دوانيو والرد بالشديو أن هذا كلايو أساس متوهدي طبعا صورنا ولا مركز الحقيقة صليبها كأنه شرعي دريه إنه حاريه إنه الدستور كوافق سنان إنه حلو كسو على المناسب وهان أي هذا وحال يعني حلو راح تور ماشى مدرنا قدوم يه موشيك وحكى بدل كدستور كيها برايس وحكى سيد دبي إنت شرعي دريس كسوكم إنا عن صحيحين كنت ملاحظة بناني الدستور كنت برلمان كالوضع أقل الدستور أيان إسدورتين شغل الله وضع وطبيضة حتى لغا حالي كالفرق يعني حتى الصعودة وحالغا حالي أولي الدستور كنت إيس الدستور كملاحظة بنانا الدستور إيها كنت الوضع أقل برلمان يعني عن دورنا الدستور إيها شقد القوانين يعني مهيتها حد يقولي كلا النجاح عند الوصل ما يروح قرب جيحه هذا هلا وقت بكلية عنا أنا خلاص بحنا هيك شقين يعني ماشي عسي وها كم وقتا إن هي هذه شرعيها عن أوق بالني ليس الدستور كي يقول حكبت لك الدستور كا لا قرب فرايو مقاعد كان والله قلبا وآه أنا أنا متحلات عن كرسنا ماذا فينا أنا كردين هل أنت أصلا حاب كتاي وفضيحات كتاي وإهانة كتاي برلمان كجمهورية فضلنا كسوماليا ولا ليا دستور وهشيش بشو وحمله على كاني هندي شرعية معها شرعية كرنتا معها شرعية بيها معها هندي سرقات معه واحد ماشي يعني وواحد دستوري وواحد غصب بالله يمارا إلا يعرتا إلا ينبقات إلا يو سيدين بغلاتني شنتي عن سيسي الدستور عن كم يعني إرقل عن سيسي سيدين بغلاتني شنتي أي عن كم يلاحا إفدسي عطبك أود هل عطب أنه سلاشاً أرقفة يقول أنت اللي قريب عطب لك الدودة لسير سوى صور ويقول قروب ألوك لساري دم عطب عطب يا لو الدودة كتير سكور ورني حدا وحان قوانية أنا حلوان هذا شرفت الله وحان قوانية مدن يعني مروي تلك مباشر مري والأبنه تقال الشباب يا كدرنا تين عفسة يا الوجرة مداشا قرنكا وإنه يكسو قالان أرمان مسيري الدولة كسو عدو أكتهم دستورك ونوع إيمانيا
guddiga dastuurka la eegmada ayaa jooga guddiga dastuurka la weysa aqal ayaa fadhiyo shaqada haya xalloo daayo xilliga ay keenaan afirsan gacan daahir ah ee wax daahirsa annaga haddaan hordoonno iyadoo qodobada dastuuriga hadooda ka taagan aan la socotaan iyadoo aa ogtihiin heshiiskii hadda la seexay qeylada ka yeeriso iyadoo aa ogtihiin in dastuurku uu yahay in qalliin in lagu sameeya tahay operation rasmi ah in lagu sameeya ay tahay mas-uuliyaddana saaran taariikh baa nagu qormaysa inaan maanta la soo shaqo tagno annagaa korursanayna iyadoo ummadda soomaaliya xaaladan ku jirto aniga sidedaba baarlamaankan halkan fadhiya waxaan iga mamnuucay muddo korursi ee bannaanka ka joogay anoo diidan haddii wax la qabanayo oo duruuf ay imaanayso oo afar sanaad la doortay waxaa la kordhinaya wax duruuf keenaysa ay tahay waxaa loo baahan yahay habraaceeda iyo dastuurka in lasoo marsiiyo oo guddiga dowladeed si dastuurka loo baahayo kadibna qotobyada la keenayo waa imaanaysaaba iyadoo qoran bay imaanaysaa xilligaas nin walba doodiisa uu ku darsado mudada guddoomiye waxaa kaloo meesha yaala guddiga anigu hadda duray sharciyadiisa iyo qaabku ahaa iyo mashinka qaabka loo keenay haddana dalka waa laba aqal dastuurka bedelitaankiisu labada aqal saddex meelood oo laba meel oo cod sir ah ayaa lagu bedeli karaa cutugul halkaasaa la keenayaa codsira lagu codeynayaa labada aqal baa fadhiisanaysa laba boqol iyo maasaad cod baa loo baahan yahay waxa marka qof intuu iska soo caadifoodo ama moolalka wuxuu rabo iska soo haddii maxaa saas naga dhiganayna haddii saas u fuuda ama toban sanaba laga dhigto wata rawaayad in meesha lasoo imaado maaha waxaan dhanaa xilka waddanka dagaal buu ku jiraa xaalad adag buu ku jiraa qalaasa iyo baarlamaankan oo hadhow la rabo arrimo masiiri a imaan doona oo khatar ah arrimo waxaa soo socda toddoba qodob ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay ka heshiiyaan ay tahay baarlamaankan uu keeni doono la keeni doono baarlamaankan qodob qodob uga doodi doono qodob qodobka ugu doodana ummadda soomaaliyeed aan ku wada matalana inaan ku sukoyn aan ku wada qancin aan u baahannahay haddii annagu wixii aan naloo keenin oo baarlamaanka laweys aqal ayna fadhinin annagu aan ka hor dhaano yaa barin aaminaya wanaag walba aan sameyn waxaan qabaamudanayaan mar weyn baarlamanka mudanayaan mar weyn waan soo galgala gudaga baarlamanka janaasadiisa aanan soo dadejinin qabaasantiga bismillahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة قدوم يا أخي أنا شرفت له دو دمانتا بارلمان الله كان أجندها أوهر موشيكا مدينة قدوم يا وحانقا موشيكا صدوح الدوان عبد القادر عصب له وشيكي in uusan sharci ahayn sharci inuu sharci ahayn uu yahay mooshin horgal ah oo xalaal aan ahayn sababtuna waxaan ku salaynayaa qodobada soo socda mooshin markii la keeno sidii xoreesaadku qabo waa in guddoonku markay qabanayaan bandariga la keeno la akhriyo asagoo aan la akhrin oo weliba guddoonka intaan u tagnaa dhaani mooshinka haddii la keenay xildhibaanadu xaq bay ugu leeyihiin mooshin inay keenaan markay mooshin keenaan sida xoor heysaad qabo waa in la keeno baarlamaanka lama keenin iyadoo lala cararayo ayaa guddi isku dhaf ah la magacaabay guddiga markii la magacaabay saddex bilood oo shaqo haysteen baarlamaanka xilliga la furay ee mooshinkaas lasoo qorayna febraayo ah haddana maajo meesha laga sheegay baarlamaanka nagu furnaa annagoo baarlamaankeen uu furan yahay ayaa guddiyada xildhibaan guddoomiyaha guddiga looga dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore wuxuu la kulmayey xukuumadda qeybaha kala duwan iyo ururada bulshada iyo hay-ado kale iyo casismati u waday waxbaan soo uruurinaya ula markii la xaqiiqsaday bahalka inuu sharci darre yahay inuu xaaraan yahay inuu dastuurku waafaqsaneen in xilligu ku socday munaasab u aheen ayaa hadda waxaa la yidhi ha lagu dhex tuuro meesha
مدن قدومية بوشيكا وحكا بدلك الدستور كي هب رئيس وحكسي دبي انت شرع دريس كسوكو انا عن صحيحين كدقة ملح بناني الدستور كا كدقة بارلمان كالوضع اقل الدستور كا ايان استورتين شغلوا غير وضع وتوجد هذا لغا هذي يكلفني غير هذا الشغل وحلغا هذا يوالي للدستور كا كدقي رئيس الدستور كي ملح بنانا الدستور كاها يكدقي لو اقل بارلمان كا يعني عن دورنا الدستور كاها شقد اقوان يعني بحيتها حد يقول لك انه نجح انت الوسطى ما يلو قرب جيحه هذا هو وقت كلي يعني انا خلاص بحينا هيك شقين يعني ماشي يا سي وها كم وقتا ان هي هذه شرعيه عن اوك بني رئيس الدستور كي يقول لك بدك الدستور كا لا اقرا فرويو مقاعد كان والله قلبا واه انا المتحلات كان كرسنا ما فينا انا كردين هل انت اسمه حق بتاعي وفضيحات بتاعي واهانه بتاعي برلمان كجمهوريه فضلك الصوماليا ولا ليا دستور وهشيش مشو وحام ليش على كاني هندي شرعيه ما شرعيه كرنتظ معها شرعيه بيها معها هندي سرعيد معه واحد ماشي يلا وواحد دستوري وواحد غصب بالله يمالا إلا يعرتا إلا ينبقاتي إلا يو سيدين بغلاطني شنتي عن سعيس الدستور كم داعني إرقل عن سعيس سيدين بغلاطني شنتي أيا كم داعها إفديسي عطبك أود هل عطب أنه سلاشا أرقفا يقول أنت اللي قريب عطب لك الدودة نسير سوى صور ويقول قروب ولوك لساري دم عطب عطب يا لو الدودة كده لسكول ورنية حدا وحان قوانية مضان حلوان هذا شرفت الله وحان قوانية مضان يعني مروي تلك مباشر مباري والأبنه تقال الشباب يا كدرنا تين عفسة يا الوجرة مدرسه قرنكا وإني كسو قالان أرمان مسيري الدولاها كسو عدو أكتي دستورك هو نوع إيمانية قلت لك دستورك لا يقوم بالعياء جوغا قلت لك دستورك لو يساقل عياء فدو شقال هاي حلو داي حلق إيه كينام أفرسوك كعان داهرة يوح داهرة صح أني هدا هربو أنه يوح قلبوها دستورك هدو دا كتاك على سعطان يلو أكتهين هشيسكي حتى السياحي قيادة كيوريس يلو أكتهين إن دستورك ويهي إن قليل إنه وصم يأتى أبريشة رسمية إنه وصم يأتى مسؤولية النصارى تاريخ بنو قرميسة إن ما تلصو الشقة تقنو أننا كرسنا إنا يلو متصم لحادة كجرتو أنيقا سيادة فارمان كان هكا فريو حالي يوم من عيبو كرسي هبنانك كتوبي أنا وديدا حدي واحد القوانين وظروف إيمانه وآخر سنة على دورتي واحد كلنا واحد ظروف كيني سايتها وحلو بها هي حبراء هذا الدستور كله سو برسيو وجد ودويس الدستور كله طاير كدي منا وتبيض على كيني يوم وإيمانه صار إذا قرب إيمانه صاير حلي أصلي والبدو ديسا وخد الصلاة وده كده مين waxa kala meshiyana gudiga aniga hadda duray sharciyadiisa iyo qaabka waha iyo mushin qaabka loo kaare haddana dalka waa laba aqal dastuurka bedelitaankiisu labada aqal saddex meelood oo laba meel oo cod sir ah ee lagu bedeli karaa qotoga waxa ka sala keenaya cusra lagu codeynaya labada aqal baa fariisanaysa laba boqol waa maazaad cod baa loo baahan yahay waxaan markaa qof intuu ka soo caadi fowdo ama noola kii wuxuu roos ka soo hadii maxaa sidoo laga dhigayna hadii uu saas u fowdo ama toos laga dhigto wuxuu tar waayay ma shaa la soo imaado ma waxaan ma halka wadanka dagaal buu ku jiraa xaalad adag buu ku jiraa qalaasa iyo baarlamaanka oo hadda la rabo arrimo ma siiri ay maan doono oo khatar ah arrimo waxa soo socda toddoba qodob ah
dowlad goboleedyada dowladda federaalka inay ka heshiiyaan ay tahay baarlamaanka uu keeni doono la keeni doono baarlamaanka qodob qodob uga doodi doono qodob qodobku u doodan ummadda soomaaliyeed aan ku wada matalana inaan ku sukoyn aan ku wada qancinaan u baahannahay haddii annagu wixii ba naloo keenin oo baarlamaanka nagu is aqalayna fadhina annagu aan ka hor dhaano yaa berina aaminaya wanaag walba aan sameyn waxaan qoomidan ayaan mar weyn baarlamaanka مدونه يا